الحمد لله مقابلة كانت مقابلة جيدة بالنسبة للاعبين ديالنا، حنا كانوا مركزين بواحد الشكل كبير، كنا عارفين ان المقابلة ما سهلاش امام فريق اللي هو فريق اللي هو جيد. الحمد لله التركيز كان هو المهم، لانه بالنسبة للتجربة ديالنا في القسم الوطني الثاني ولينا كنعرفوا بان كاين واحد المقابلة تيكون هما قفل بالنسبة باش نزيدوا نحصدوا نتائج ايجابيه اكثر. فمن ضمن المقابلات كانت المقابله اليوم ديال الاتحاد البيضاوي، فما لي الا نشكر اللاعبين ديالي على المجهود وعلى المستوى الطيب اللي قدموه، اللي الحمد لله كنا راضين عليه، وحتى كان التركيز وبواحد الشكل كبير وسجلوا اهداف. فكنتمنى ان نزيدوا نقدموا مستويات بهذه الجوده هذه ان شاء الله.